فتاة بمئة رجل، هكذا أطلق الناس هنا في قرى غرب مدينة ملاوي هذا اللقب على آية أشرف، الفتاة التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما، ورغم ذلك تحملت من ظروف الحياة القاسية ما يعجز عن تحمله الرجال. من أول ما أبويا مر بظروف مرض من حوالي 4 سنين، عنده كانسر في الدم وجلطة في القلب، كان لازم ربنا سبحان الله وتعالى يعني برضو ما يبلو حد باللطف. ربنا اداني آية كانت أصغر واحدة في أخواتها، كانت في سنة 5 ابتدائي، كانت لما تطلع مع أبوها من وهي في حضانة وتروح وتيجي معاه. أنا كنت شغال سواق، كان عندي قلاب، كنت شغال سواق وكنت بستور ومية مية والحمد لله يا رب. ولما جاني المرض طبعا نمت في البيت 3 سنين على بعضيهم، لما ما لقيناش مصاريف انا طلعت الصراحه يعني برضو من السرير. ما كانش اي حد ما يسال علينا ولا حد يعرف عننا اي حاجه. طلعت ايه ربنا كرمني بيها وتعلمت السواقه، وهي اللي ما تشتغل علينا وهي اللي عالت الاسره كلها. جبنا اللودر ده بالقسط، كان عندنا الحته دياتي حاطين فيها رمله وزلط، وابويا من اول ما تعب فانا اضطريت ان انا اطلع اشتغل مكانه، لان هو كان الدخل الوحيد بتاع البيت يعني وكده. إصابة والد الفتاة بمرض سرطان الدم منذ عدة سنوات والذي أعقبه أمراض أخرى دفع الفتاة الصغيرة لأن تعمل على لودر للإنفاق على أسرتها وتزويج أختين من أخواتها، فضلا على توفير مصروفات الجامعة للأخت الثالثة. يعني طفلة بدأت من 5 ابتدائي، بدأت الشغل وهي في 5 ابتدائي، كان كل اللي يشوفها كده ينهار، ازاي طفله زي ده مسوق نقل تقيل؟ اه ربنا سخرها لابوها من عنده. ايه مظلومه معانا، من دول البنات مظلومه معانا، ومن دول اخواتها مظلومه معانا، حتى في الدراسه سنه وعام وانتوا جيتوا على غفله. بص احنا قاعدين فين؟ في البرد. احنا رزقنا على الله، الدخل بتاعي انا على حسب ما ربنا يرزقني وكده، ودلوقتي قل بسبب قله المباني، برضو المباني يعني بسيط دلوقتي المباني بسبب كورونا، وانا برضو يعني ملزومه باخر الشهر بفلوس قسط، وتعب ابويا برضو، ممكن ابويا يتعب على غفله كده، يبقى عايزه فلوس في اي وقت. بالنسبه للصعيد هنا ده موضوع صعب شويتين، ان بنت برضو يعني تطلع في الليل بلودر، احنا شباب مقيانه ياما، يبقى قاعدين في المنطقه كده لازم حد يبقى معاها كده في المنطقه. اديك شايف موقف المجتمع ان احنا هنا في الصعيد، ده حاجه غريبه ان بنت تطلع وتشتغل. وانا في الاول كانت الناس لما تبقى مستغربه جوا ان بنت لما تسوق لودر دي شغلانه شقه اصلا للشباب مش للبنات وكده. كان حلم حياتها دايما كانت تقول لي يوم نفسي ابقى يا مهندسه يا دكتوره، كنت اقول لها ان شاء الله يا بنت ربنا يقف معاك. طبعا لما ضعف والدها الاحلام بتاعتها كلها اتاثرت واتدمرت وانهارت. آية التي لم تنقطع عن الدراسة وتستغل أوقات الفراغ القليلة أثناء العمل لاستذكار دروسها، تحلم بأن تصبح مهندسة وأن تواصل رحلتها في علاج والدها رغم تراكم الديون والمعاناة.